ايه، عرفي نفسك، انت اسمك ايه؟ اسمي عمر مكي، عمر مكي. عندك كام سنة؟ عندي 5 سنين. انت بتشارك في مؤتمر الازهر؟ ايه، هتقولي لنا ايه عن السلام؟ رسالة سلام. السلام عليكم هي تحية الاسلام، وهو دين عالمي يخاطب كافة البشر بمختلف أجناسهم وألوانهم، ويدعون الإسلام إلى مجادلة أهل الكتاب بالحسنى وعدم العدوان. يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فما أروع تسامح الإسلام وعدله الذي دعا إلى احترام جميع الأديان واحترام الإنسان لإنسانيته دون النظر إلى دينه أو جنسه. إسلام is religion of peace, religion of love, religion of goodness, religion of safety. Praise be to Allah. Who meet is Muslim? الإسلام دين السلام، دين المحبة، دين الرحمة، دين الصلاح، دين الأمان. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.